احنا مش فاهمين من وين شو. اوكي سورة الفلق ماشي، بس شو يعني؟ شو رأيكم نفهمها عشان نحفظها؟ اوكي، قل اعوذ برب الفلق، اللي هو حكينا ايش وقت الصبح. الصبح بالضبط، من شر ما خلق، يعني من الاشياء يلي ربنا خلقها بتآذينا. في اشياء يا كيجي بتطلع وقت الصبح. شو يعني غاسق؟ شو يعني غاسق اذا وقب؟ يعني وقت الليل. شو يعني لما يجي الليل؟ يعني احنا يا رب ابعد عنا الاشياء يلي بتيجي وقت الليل. تمام. ومن شر النفاثات في العقد، اللي هم السحرة يلي بيآذونا، يا رب ابعدهم عنا. احكوا آمين. آمين. برافو عليكم. ومن شر حاسد إذا حسد، مين هو الحاسد؟ الحاسد هو الشخص بيحكي يا عيني هدول الطلاب عندهم أشياء حلوة، يا رب ابعدهم عنهم وخليهم إلي. إحنا بنحكي يا رب لا، ما تسمع كلامه، يا رب احمينا. صح؟ احكوا يا رب احمينا. يا رب يحمينا. يا رب يحميكم.